30 عام نجم السيليساو، ولكن رايا كوري اجرب. انطلقت المباراه واللقاء سريع على هامش طبعا لمباراه مع قياده رائعه الحقيقه لميسي لمنتخب الارجنتين. على طول كره هدف اول. اتعملت حلوه قوي الكوره، ومين اللي بيسجل امامنا هنا بهذه المهاره اللي دخل من خلالها فريد وريتشارلسون امام لم الكابتن والقائد. امامنا هو اللاعب الاعظم في تاريخ كوريا، تسديده حلوه من امبيوم امامنا، ووقع الحكم ساتو الياباني وقع هدف. ادي امامنا ساتو ريتشارلسون وتسديده، لكن الى خارج تسديده لفريد. ادي فريد امام المدرب المميز طبعا جوز هيدنك الاسطوره الهولندي اللي كان وصل بيهم الى اعلى منذ قليل. رافينيا وهدف ريتشارلسون في ملعب استاد كاس العالم، احد ملاعب كره الهدف. ادي الكساندرو امامنا، عدى حلو قوي. شوف فريد مكمل فين، وامامنا هنا ياسر عنوان عريض البرازيل يعني اللقب. والبرتو كارلوس 125 وده اللقاء 123. تحرك من جانب رافينيا يلف كره حلوه قوي، يا طولتين كاس عالم مع منتخب البرازيل بان امامنا، لكن اللي مكمل عايز يعدي على طريق رافينيا امامنا، يعلق كره عاليه لتشارلي. كان ما بين السبيرز وما بين الارسنال على المركز الرابع المؤهل الى تشامبيونز ليج. على طول كره تعود، ادي نيمار، مباراه سريعه ممتعه في وقت يعني مبكر. مباراة على فكرة بتوقيت البرازيل. حرج من اللاعب هيتشان الاستلام تحت ضغط، تسديدة يا ولد هوانج ويجو، هوانج يسدد امامنا لاعب نادي بوردو التعادل. بص الخطأ الدفاعي المنتخب الكوري امامنا هنا في غفلة دفاعية من رقابة، استلم حلو قوي. نيمار والمواجهة، ولد على نيمار ثبت كيم سوانج جو، رقصة برازيلية هنا في هذه اللقطة. الحارس الكوري الجنوبي في زاوية والكرة في زاوية، لأن من نفذ هو نيمار جونيور. وتيتشي أمامنا هنا يصافح دكة البدلاء. روح عالية قوي البرازيل. بص شوف نيمار هنا محاولة للانطلاق على طريق سون نجم الاسبيرز، وهناك فاول على سون هوانغ مين. فاول في اللقطة اللي فاتت. هيلعبوا مع اليابان البرازيل في يوم 6 ان شاء الله في طوكيو، ثم يوم 24 مع الدنمارك. الى باكيتا يلف كرة حلوة، لكن الدفاع المرة دي على طول يطار. هوانغ تصل الى ريتشاردسون المنتخب البرازيلي، وفاول لصالح منتخب البرازيل. تدخل قوي من جانب اللاعب اللي كان امامنا، اللاعب امبيوم ريتشارلسون المتألق. ريتشارلسون سجل في نهائي كوبا أمريكا 2019 في هذه المباراة الودية التمريرة الحلوة. باكيتا على طول من لمسة واحدة، لكن يطلع كيم سيونج جيو أمامنا ينقذ هدف لباكيتا. لوكاس باكيتا تألق الحقيقة من سيونج جيو في اللقطة الفاتحة، لكن شوف نيمار جانب اللاعب رافينيا إلى باكيتا لنيمار. نيمار يسند إلى ألكساندرو. المرة دي قال له قوم كيم يونغ وان. قال فيها ركلة جزاء تانية. ألكساندرو نجم اليوفنتوس عامل إزعاج، نجم وحكم اللقاء ساتو هيدي ايه امامنا. ركلة جزاء جديدة في مباراة اليوم، ركلة جزاء جديدة. ألكساندرو استاذ ورئيس قسم في الكرة اللي فاتت دي. ألكساندرو في زاوية حطها له على شماله، وادي امامنا هنا كرة نيمار. يا حبيبي عالدلع. بص الدلع البرازيلي ومحدش يعملها الا نيمار جونيور. امامنا هنا ببرودة وبأعصاب هادئة يضع ركلة الجزاء، يعني ايه يعني حاجة يعني فيها نوع من الثقة، فيها نوع من المهارة، لكن المهارة لأصحابها، المهارة للبرازيل، لأن البرازيل هي أرض رقم 15 اللي هو قلنا عليه. وادي ممكن محاولة تقليص النتيجة، لكن فرصة ضائعة. وبيبرتون أمامنا كرة خطيرة جدا للمنتخب الكوري عن طريق أمامنا اللاعب اللي ضيع هذه الفرصة اللي كان ممكن يسجل اللاعب وو يونغ أمامنا في اللقطة اللي فاتت. هذه كرة لاعب ايبرتون، لاعب التوفل اللي بيحاول يعدي يعمل، يا ولد عملها عرضية حلوة قوي. جونيور المميز طبعا بأهدافه وتألقه، وادي مرور امامنا هنا، لكن يا ولد على رافينيا عدى حلوة قوي. اوه لما مهارة، لكن يطلع ألكساندرو أريكس تيلس الاثنين المدافعين، بينية حلوة لكن بيلعب بمزاج. نيمار يلعبها للخلف، ريتشارلسون فوتها الى فريد الى رافينيا. راجل حد يكعبل في الوقت ده، راجل فرصة حلوة قوي الهجمة البرازيلية، لكن مرة ثانية نيمار
في مباراة في منطقة الجزاء مرة تانية. هنا رافينيا، رافينيا ولكن ترتطم، حاول هوانغ هيتشان أمامنا، التمرير العرضية لكن يا ولد 50 انطلاقة حلوة، استلام فينيسيوس، فينيسيوس لعبته في الضيقة لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، استعراض للقوة، طلع ريتشارلسون ودخل فينيسيوس وخرج كازيميرو ودخل مكانه فابينيو، ونيمار يتلقى التشجيع والتحية حلول لزملائه، نيمار يبحث عن رافينيا، رافينيا ولد يا ولد يا ولد، كرة بقى ايه، كرة رايحة من رافينيا، حظك وحش يا رافينيا، حظك وحش يا رافينيا، 7 مباريات ده اللقاء الثامن ومسجل 3 أهداف مع المنتخب، وكورته بقى المرة دي كعبل في واحدة كاب البرازيلي برونو المتألق، برونو من انضمامه ودي أمامنا هدف يا ولد يا ولد، منذ انضمامه للمباراة ليجد نفسه كوتينيو دخل في الدقيقة 78 سجل في الدقيقة 80 بقى ايه، خد الكرة على عبها، خد الكرة بمهارة كوتينيو، كوتينيو امامنا هنا اللي بيضع لمسة ولقطة جميلة جدا في اللقطة اللي فاتت امامنا، ويسجل كوتينيو هدفه الدولي 6 القوي والحضور القوي ان شاء الله. انطلاقة حلوة للبرازيل اللي بتلعب مباراة كبيرة، الخامس جاي، انا جابرييل، انا لاعب مانشستر سيتي، انا بتضعني كبديل، انا اقدر اسجل واسجل، امامنا هنا جابرييل جيسوس في هذه اللقطة الهدف الخامس في هذه المباراة.